نذهب الآن إلى شباك الفنون، والذي نخصصه اليوم للفنان اليمني فؤاد الفتيح، الذي رحل الشهر الماضي تاركا وراءه مسيرة فنية امتدت لأكثر من 4 عقود، عرف خلالها كواحد من رواد الفن التشكيلي المعاصر في اليمن، في بلد لم يجد الفن التشكيلي فضاءات تتيح تطوره بشكل طبيعي. نتابع نبذة عن حياته ومن ثم نبدأ الفقرة. لتسليط الضوء على هذا الموضوع ينضم إلي حكيم العاقل، فنان تشكيلي يمني من صنعاء. أهلا وسهلا بك سيد حكيم. إذا رحيل فنان تشكيلي يمني وهو فؤاد الفتيح عن الساحة اليمنية وعن الساحة الفنية التشكيلية في اليمن، تابعنا جزء من نبذة عن حياته، ولكن أود أن أعرف منك شخصيا كفنان تشكيلي مدى تأثير طبعا الفنان فؤاد الفتيح في الجو الفني التشكيلي عموما في اليمن. طبعا الراحل فؤاد الفتيح أتى إلى اليمن في الثمانينات أو بداية الثمانينات، وأدخل ما يسمى بفن الجرافيك أو الفن المطبوع إلى اليمن، لأنه قبل فؤاد الفتيح لم يكن هناك هذا النمط من الفن. والشيء الغريب أيضا أن فؤاد الفتيح لم يعرفه أحد قبل عام 80، فهو خريج معهد دوسلدورف في ألمانيا، وأتى بمجموعة هائلة جدا من المطبوعات، وكانت معظمها خليط من الفنون الشعبية، وأسطرت الموروث الشعبي اليمني إلى جانب لوحات لسيف بن ديزن مثلا بشكل أسطوري أو بشكل فني، لقى رواجا كبيرا جدا في الوطن العربي في هذه الفترة، فترة الثمانينات. وأدخل هذا الفن فؤاد الفتيح وتبعه فنانين آخرين، وتشكلت في الثمانينات تقريبا، كان فن الجرافيك هو الفن الأول في اليمن. وفؤاد الفتيح أيضا بعدها انتقل انتقالات كبيرة جدا إلى التلوين أو ما يسمى بالمونوبرينت، وبدأ أعمال ملونة استخدم فيها الألوان الزيتية، واستخدم فيها أيضا الأحبار الأوفسيت، وعمل سلسلة أيضا من المعارض بهذا التوجه الذي يكاد يكون أسلوبه ينحصر في ما يسمى بفن النايف أو البريميتيف، وهو الفن الساذج أو الفن الشعبي الذي يصور ملامح اليمنيين وأيضا الحكايات الشعبية والأساطير أيضا بطريقة فيها شيء من البدائية أو شيء من الفن السابق، الذي أيضا لقى رواجا وكان له بصمة خاصة على مستوى الوطن العربي في هذا الفن. واستخدم تقنية الطباعة الذي هي السلسكرين أو الطباعة على الشاشة الحريرية، وبعدها كما قلت تشكلت له اتجاه أثر تأثيرا جيدا وتأثيرا كبيرا جدا على مجرى الفن في اليمن. كيف يمكن وصف الفن اليمني التشكيلي وحتى الجرافيتي في مرحلة انتشار وشهرة فؤاد الفتيح بالثمانينات يعني تحديدا؟ والله هو فؤاد الفتيح يبدو لي في الفترة الأخيرة عانى من مرض عضال، هو كان مصاب بالقلب، يعني في الثمانينات أجرى تقريبا عمليتين لصمام القلب ونجحت في ألمانيا واستمر، ولكن كان المفروض أن يستمر أيضا في العلاج الدائم في لصمامات القلب، ويبدو أنه حالته الصحية استاءت بالفترة الأخيرة، وخاصة تواجده في عدن، وانتقلت حياته من صنعاء إلى عدن، لأنه كان أيضا من ضمن المؤسسين لجاليري نمبر 1 اللي هي جاليري رقم 1، وهذه الجاليري سوقت للأعمال التشكيلية اليمنية في فترة ازدهار كبير
كان فؤاد الفتيح على رأسها ومديرها ومؤسسها إلى أن أقفلت أبوابها، وبعدها تولى المركز الوطني للفنون وهو سمسرة النحاس. والسمسرة بمفهومها هي الخان الصغير، قام الألمان مشكورين بترميمها وتسليمها لفؤاد الفتيح الذي أدارها وعرضت فيه أعمال الفنانين، وهي كانت منفذ للبيع أو تسويق الأعمال الفنية، ولقت رواجا كبيرا الآن تقريبا شبه مقفلة في صنعاء القديمة، إلى جانب أعماله الأخرى وأعماله الإدارية في وزارة الثقافة حيث تبوأ منصب مدير إدارة الفنون التشكيلية. صحيح، ولكن في تلك الفترة ماذا كان يشكل هذا النوع من الفنون بالنسبة لليمنيين؟ تحدثت عن أنه في أمور فن الجرافيتي لاقى رواج، وبأنه كان في جاليري موجود أيضا لاقى رواج في تلك الفترة. كيف كان يتعاطى اليمنيون مع هكذا نوع من الفنون؟ إحنا لا نقول على أنه كل اليمنيين تعاطوا مع هذه الفنون، نتكلم عن نخبة الذي تقتني هذا العمل الفني، لأن العمل الجرافيكي هو غير العمل التصويري، العمل نقصد بالألوان الزيتية أو كان بالأكريليك أو كان بتقنيات ملونة بشكل أو بآخر. فالعمل الجرافيكي هو عمل مطبوع، العمل المطبوع يعني من اللوحة الأصل أنت تعمل تقريبا بحدود 100 إلى 200 نسخة، وبالتالي يكون أسعارها أقل وانتشارها أسرع وتداولها أكثر بين الناس، وهناك قدرة لدى المواطن أن يقتني أو لدى النخبة أن تقتني مثل هذه الأعمال. وهذا النمط الذي اتبعه الراحل فؤاد الفتيح تأثر بكثير جدا من الفنانين، وكانت فترة الثمانينات ظهر أيضا فنانين خريجين سواء مصر أو إيطاليا أو دول أخرى مثل رشاد إسماعيل والهبوب وعبد الحذيفي خريج إيطاليا، خرج يعني كان كم هائل جدا من الفنانين الذين تخرجوا من مدارس مختلفة، مدارس أوروبية ومدارس عربية، ومتشبعين أيضا شبعوا لوحاتهم بهذا التراث اليمني الكبير، سواء كان في الحالة الجغرافية التي يتسم فيها الفن اليمني من خلال هذه المدرجات الكبيرة التي تكاد أن تكون هي أصلا لوحة جرافيكية، هذه المدرجات بخطوطها المتمايلة من الأعلى إلى الأسفل ومن الأسفل إلى الأعلى وهكذا، وهذا المنظور الأفقي الكبير هذا ما جسده الفنانين التشكيليين في هذه الفترة. وكان لفؤاد الفتيح أيضا انتقالته الأخرى أو الانتقالة الكبيرة عندما بدأ بعمليات التلوين، وكان قد اشتهر في هذه الفترة على مستوى الوطن العربي وحاز كثير من الجوائز وشارك في كثير من البناليهات الدولية، وكان اسمه حضور لأنه أتى إلى الحركة التشكيلية كما قلت سابقا بشكل طارئ. يعني قبل سنة 80 لا أحد يعرف فؤاد الفتيح، يعني اتجه مباشرة من مدينة عدن إلى القاهرة ليدرس العلوم السياسية، وبعدها إلى التجارة، وبعدها اتجه إلى العراق لدراسة القانون الدولي، ثم إلى مدينة ألمانيا إلى مدينة دوسلدورف لإكمال دراسته في هذا المجال، مجال الجرافيك أو الطباعة على الشاشة الحريرية. وهناك تبلور فعلا لديه اتجاه، وهذا الاتجاه كان مميز جدا بين أقرنائه من الوطن العربي ومن الفنانين، وشكل أيضا حضور حقيقة في مرحلة الثمانينات وإلى بداية التسعينات حضور قوي جدا في المحافل الدولية، وأيضا تأثير هام جدا عن طريق، وكان حقيقة رحمه الله يجيد التسويق بشكل جيد، كان مسوق جدا لأعماله الفنية وساعده فن الجرافيك على هذا كثيرا. أيضا كانت ارتباطته وعلاقته الكبيرة برواد الفن في الوطن العربي في هذه الفترة التي لو حفرنا في الذاكرة لوجدنا أعماله أيضا مطبوعة ومنسوخة في الكثير من الكتيبات وفي حركة الفن في صميم حركة الفن التشكيلي العربي. شكرا لك حكيم العاقل، فنان تشكيلي يمني، كنت معي مباشرة من صنعاء.